اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد رسول الله. إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. صباحكم معطر بذكر الله. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صلوا على خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم من هنا من ربوع مكة المكرمة، وبحمد الله كتب الله لنا في هذا الصباح الجميل القدوم إلى هذه الرحاب الطيبة المباركة، وإن شاء الله نؤدي صلاة الفجر مع جموع المصلين، وننقل لكم بعض اللقطات من هنا من هذه الرحاب الطيبة المباركة. ونحن الآن في منطقة أجياد السد، متجهين باتجاه الساحات، وبحمد الله طبعا الصلاة في المسجد الحرام تحتاج إلى تصريح، فعملنا تصريح قبل ساعة من الآن ولله الحمد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأن يرزقكم زيارة هذه الرحاب الطيبة المباركة. اللهم آمين. أعتذر إذا كان التصوير يوجد به شيء من الاهتزاز، لأنه مانع الاهتزاز إذا اشتغل في هذه الفترة، الفترة المسائية، ستصبح دقة وجودة المقطع ضعيفة، فلذلك نعتذر. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا أنا سيارتي وقفتها في منطقة قريبة من هذا المكان، يوجد مواقف تقريبا الساعة بعشرة ريال، مثل هذه تقريبا، هنا مواقف بمقابل، يوجد مواقف للسيارات خاصة بالسيارات، يوجد أيضا مواقف خاصة بالباصات. طيب لعلي أتوقف قليلا عن التصوير ثم أعود لكم مرة أخرى لمنطقة برج الساعة. إن شاء الله الساعة 5:30 حاليا، الفجر يؤذن تقريبا 4:25 تقريبا. طيب نعود لكم بعد قليل. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم بارك.
برج الصفوة. الحمد لله انتهينا للتو من أداء صلاة الفجر خلف فضيلة الشيخ عبد الله عواد الجهني، وهذه إطلالة من هنا على الكعبة المشرفة. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وإجلالا ومهابة. نسأل الله أن يرحمهم وأن يعفو عنهم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من كان منهم ميتا فأمته على الإسلام والسنة، ومن كان منهم حيا فأحيه عليهما. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وزوجا خيرا من زوجهم. لاحظ الآن خروج المصلين من ساحات المسجد الحرام بعد أداء صلاة الفجر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. نصور لكم من منطقة أخرى بحول الله وقوته.